ديجا يتبختر كل حد وكيفاش. هذه حكايه الفيس معناتها التونسي فياس. فياس كبير. احكي لنا كيفاش ترى؟ والله ايش نقول لك، تبدا تحته 3 دور وكانه تحته 300 مليون، ويكذب برشا فهمتني، ويمثل برشا ويتفوخر برشا. ثم جينيراسيون فياس وثم جينيراسيون الناس العاديه والخدامه ومتكبر بروح. يعني اعطيني نسبه كاب تاع التونسي في الفيس. لا برشا 60-70%، الله يهديهم برا. كيفاش يفيسوا؟ بالمظاهر، يحبوا المظاهر برشا، يحبوا يعيشوا اكثر مستواهم واكثر منطقتهم، لكن الحقيقه تختلف هذاك على ذاك برشا. التونسي يحب كان الفيس وكاكا، معناها يفيس من لا شيء. انت قلت تو يفيس من لا شيء، معناتها كيفاش؟ التونسي ما نعرفش يكسب حتى ما نعرفش حاجه، نبا دو فالور، ويبدا يفيس وعادي ما نعرف هذا الكل. التونسي ما عنده كان تفيس في ارض الوطن نتاعنا. فما اللي يشوف يروحوا فياس برشا وهو ما عنده شيء، وفما اللي فياس بالحق فياس يعني. باهي، علاش يفيس التونسي؟ يفيس يحب يرى روحه كما الكبار، يحب يشوف روحه هو في داخله، يحب يشوف روحه حاجة كبيرة، فهمت؟ يحب يفيس شباب، شباب يحب يعيش. كاو توا عيش الفيس؟ ماهيش عيش، هو نورمالمون لازم يكون كما هو يعني في الحياة خير، خاطر كي تبقى مرض حتى بسيكولوجيكمون تبقى مرض. كنا فياسة. كيفاش؟ كيفاش؟ أنا نعيش في الحمامات ونعرف الفياسة الكل. كيفاش تعرفهم مفياسة؟ شنيا في الليل يخرجوا حاجة وفي النهار حاجة مخبين. مثلا نعطينا الحاجة اللي يخرجوا بها في الليل والحاجة اللي يخرجوا بها في النهار. في النهار يخرجوا بخمسة آلاف وفي النهار ما تلقاش عنده حتى فرنك. في الليل يخرج بخمسة آلاف؟ يخرج بخمسة آلاف ياسر. خمسة آلاف حكاية فارغة. لا تسهروا تسهروا، فياس يفيس عنده خمسة آلاف يجيبوا. يحب ما نعرفش أنا، يحب يعيش أكثر، عنده 10 ملايين يحب يعيش ب20، عنده سالير نتاع 700,000 يحب يعيش بمليون هكاك. كيفاش تعرفوا انت اللي هو فياس؟ اللي هو فياس نشوفوا سوق الكراب مثلا، يجي عنده 10 في جيبه ويمشي يسال على باسات سي سي، حاله عادي فهمتني. ما نعرفش، شهريته ديما في الروج. هو عامل من عوامل التضخم، والله يسترنا منه. وكهو فياس بالطبع، من غير فيس ما يعيشش التونسي. شنو هو الفيس؟ هو فيس في كل شيء، في اللبسه، في الخدمه. نسبه نتاع البنات اكثر من الاولاد في الفيس. باب كيفاش؟ بسم الله الرحمن الرحيم.